بدأ جميع الأهالي في محافظة بورسعيد الاحتماء تحت المظلات والبكيات المختلفة في أنحاء بورسعيد للاحتماء من الأمطار، وهم كانوا قد بدأوا بالفعل قضاء أجازة نصف العام منذ اليوم. نرصد لكم الأجواء، فمع بداية خروج أهالي بورسعيد لبدء عطلة أجازة نصف العام عقب انتهاء امتحانات الكليات والمدارس بالأمس، ويمكن النهاردة كان اعتماد الوعد الغضبان محافظ بورسعيد لنتيجة الشهادة الإعدادية، إلا أن كما تشاهدون الأمطار في كل مكان على أرض محافظة بورسعيد، ويمكن هناك بعض الأهالي ما زالوا متواجدين والكل يحتمي من أمطار الشتاء التي عطلت على المحافظة في شكل مفاجئ. أعزائنا ومتابعينا في ربوع جمهورية مصر العربية من محافظة بورسعيد من المدينة الباسلة، أجواء شتوية اليوم 25 يناير 2024، يعني عقب منذ دقائق شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة وتغير وتبدل في أحوال الطقس، كانت السماء تسطع بها الشمس في الصباح الباكر وحتى ظهيرة اليوم، ولكن عقب الظهيرة تبدلت الأحوال وبدأت الأمطار تسطع قطب غزارة على أنحاء وربوع المحافظة في تغير كامل للطقس. فعلى الرغم من أن هيئة الأرصاد الجوية كانت حذرت على مدار الأيام الماضية من تساقط الأمطار وهبوب الرياح الشتوية، إلا أن الطقس كان في محافظة بورسعيد معتدل، ولكن